اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جالي طلب الحقيقه من الاستاذ عصام والاستاذ محمد القوسي ان احنا نتكلم عن التحكيم، فلازم الاول اسالكم السؤال ده مباشره. ايه رايك يا استاذ محمد في الحقيقه الملف ده؟ ملف مهم جدا. وملف دايما بيتفتح في ماتشات الاهلي والزمالك، الحكم المصري ولا الحكم الاجنبي؟ بص سمير على طول في ثانيه اتحاد الكره الوحش الوحش الحكم المرعب، اقوى حكم في العالم. بص عضلات عامله ازاي. المهم يكون اقوى حكم في العالم في الملعب. لا في الملعب بيقول عليه طبقا للمعلومات اللي جاي عنه من البرازيل مميز جدا يعني وقوي. طيب قوي يعني. طيب يا مساعد والقوه تحمل الحق طبعا. اتحاد الكره مر بينا بمرحلتين بقى. المرحله الاولانيه هو المرحله العنتريه الاوليه، وهو ان اللي هيدير المباراه حكم مصري واتفقوا على كده، وكلموا الحكم المصري واتفقوا معاه، كان الكابتن محمد معروف وكل حاجه منتهيه، وتم الاختيار على الحكم والمساعدين والطاقم وطارق مجدي والفار وكل حاجه تمام يعني. ولكن بعد كده الفار لعب، مش الفار الثاني، الفار ده بقى الفار ده الفار الحقيقي بتاعنا، الفار بتاعنا لعب في اتحاد الكوره وخافوا من حدوث ازمه. وفي الحاله دي تحصل موضوع كارثي كبير جدا، وتحصل مشكله كبيره جدا يعني، قد يدفعوا هم ثمنها قبل اي حد. فقال لك نريح دماغنا ونجيب الحكم الاجنبي. انا شخصيا من مؤيد الحكم الاجنبي. ماتش الاهلي والزمالك تحديدا، في ناس كتير ماتش الاهلي والزمالك تحديدا لما فيه من حساسيه ولما فيه من صعوبات ولما فيه من ضغوط كبيره جدا، الحكم الاجنبي. وهذا لا يقلل، يعمل بيه لحمايه الحكم المصري، وهذا لا يقلل من الحكم المصري. يعني احنا كنت هتحط يا معروف يا امين عمر والاثنين مرشحين لكاس العالم، ماذا لو احدهما اخطا في هذه المباراه وحصلت مشكله؟ انت بتدمره قبل ما يروح كاس العالم، وبتاثر عليه حتى في تقييماته. لذلك كان التراجع في القرار شيء جيد يشكر عليه اتحاد الكره، لانه اراح واستراح، خصوصا ان اخوان الزكويه كانوا يعني يرفضون تماما الحكم المصري. خلاص هات حكم، ما كل ماتشات القمه بتلعب بحكم اجنبي، لان قرارات لا كرامه دايما. كان في قرار رئيس وزراء الاسبق دكتور جنجوري رحمه الله ان يظل، ولم يلغى على فكره قانونيا يعني. واتمنى الا يلغى، لان هذه المباراه لها خصوصيه. مهما كانت لو بتلعب مباراه وديه اهلي وزمالك هتلاقي حكم اجنبي. وريح دماغك وريح نفسك وسيب الحكم المصري، حمايه الحكم المصري، حافظ على الحكم المصري. دايما بتشكك في النهايه، في النوايا يعني، ممكن الحكم يقدم مباراه كويسه وغلطه قد كده تبوظ الدنيا، ممكن ياخد قرار صح ولا يقبل. لكن الحكم الاجنبي لو خد قرار غلط الناس هتبقى مبسوطه وتبقى زي الفل وما فيش اي مشكله جدا وعادي جدا يعني. صفر حكم خلاص. يبقى احنا ريحنا نفسنا، قرار سليم 100%، قرار محترم جدا. لو جبت حكم اجنبي من بلاد الواق واق وادار المباراه واقل من الحكام 100%، الناس هتقبل قراراته. فعلينا ان نلتزم وننضبط بالحكم الاجنبي اللي هو. لا هتلتزم غصب عنك، معلش يا استاذ محمد، لانه بالمنظر اللي احنا شايفينه، لا بالصوره اللي احنا هتهنى زميل تاني، لازم هننضبط كلنا. لا لو بنضبط هو محدد بيقول لك هذا الحكم اللاعبون يخشون الاقتراب منه. فان دام انت يا استاذ اهو بص، جاب سمير جاب لك كل الوان، اسود ماشي ايش يعني. انت في ايه ده بس تتركني بقول لحد اجي لك؟ استاذ عصام رايك في هذا الملف ايضا؟ ملف يعني حساس جدا، لانه بيقولوا لنا كلام غلط جدا. كل القمم في العالم قد تحتاج بنسب بتتعدي ال 70 و80% لحكام من خارج القطر ما فيهاش اي حاجه. هنا يقول لك معقوله وحكامنا يروحوا كاس العالم ازاي؟ يروح بالطياره يا عم، خصوصا الدربيات يا ريس. طبعا انا بتكلم على الدربيات، يروح كاس العالم ازاي؟ طب ما السعوديه بحكم ان احنا هنلعب هناك اهو ما شاء الله، بعد كل اللي عاملينه لكورتهم ده بيجي له حكام اجانب، واكيد عندهم حكم او اثنين او طاقم كمان في كاس العالم. قطر التي نظمت وكان عندها 7 حكام ما شاء الله في 2022 ياتي في دربياتها حكام اجانب. انتوا بتقولوا لنا اي كلام ليه؟ اسبانيا اكم من مرات برشلونه والريال كان بتحكيم من خارج اسبانيا، ايه المشكله يعني؟ انت بتقول لنا اي كلام ليه؟ ثم يبقى المنتج بتاعك مهزوز كمان وتقعد تشيلنا احنا الهم ليه يا عم؟ ما تخليه هو يبقى حريص على ان هو يراجعك، وانت كمان تعمل له ما هو الافضل علشان تخلق اصطاف من الحكام على راي الكابتن سمير عثمان الذين يحبوا المهنه ويحبوا العداله. ده انت قاضي، ده مش مصدقين يا جماعه ان هم قاضي بجد. الكره بقت فيها رزق وعرق وحاجات من هذا القبيل، فتحولت بالفعل الى قضاء واقف في الملاعب كما المحامي وكما القاضي الجالس على المنصه. وهو خطر جدا الموضوع. انت ليه بتقول لنا كده؟ يعني حضرتك مع الحكم الاجنبي؟ مؤكد أوكي. اللي عايز بقى يتعلم من الحكم الاجنبي يورينا هيبقى اجنبي ازاي بجد والله. صح لا صح الراجل يا عم الاجنبي اللي جايبينه ده عمال يتكلم وقال لك والله لو جاب حكم اجنبي انا قاعد. اول بس ما عرف ان ما لهاش حل وانه راس الذئب الضايع ما تنفعش، قال لهم بس انا اي حاجه، اهم حاجه ابقى انا مراقب المباراه.
بس وذهب مع الريح يروح يرابل المنطقة. وذهب ليراقب اخر حلقة. طيب اقول لك الراجل ده مصمم على حكام اجانب ليه؟ على حكام مصريين ليه؟ هذا الرجل شغلته الحرفية بتاعته انه يروح في بلاد بتأمل فيه إن بس عندها عقدة الخواجة مش الخواجة الاصلي زي الراجل كلاتنبرج للامانة عشان نديله حقه. فهو شغلته ان لما يمشي من حتة معاه الصور ان انا عملت اسلام وعصام وقوسي فهو لازم يعمل كده. ما يروح يشتغل الشغلانه اللي بعدين ازاي النصبايه اللي بعدين ازاي ما هي كده. لازم الاول يقول لك شفته شفته شفته. انت عايز تقول لي هو اللي عمل الحكام دول هو اللي خلى الناس بتاعتنا امين عمر؟ امين عمر باختيار حر خالص ولا حد ولا هو حد يعرفه في الكاف بالمناسبه. بريره بريره ولا قولوا له الحقيقه ولا اي حاجه. بس ده السبب الرئيسي لحكايه الحكم المصري. وانا بقول لحضرتك معلومات انه ده استكمالا لالبوم اللي بينتقل بيه من بلد لبلد اللي بيرى سمسرتها ان يقولوا له هنجيب لكم واحد يعمل لكم تحكيم ابن جنيه. جنيه مين يا عم؟ بتعمل